فيديو مختصر جدا على موضوع التعريف بنظام العزل، عزل او غلق مصادر الطاقة لسيستم معين انت عندك عليه شغل، اللي هو اللوتو 2 لوك اوت تاج اوت اند تراي اوت. يعني على سبيل المثال ده الكلوزد كولينج سيستم، دي البمباية، ده الموتور بتاع البمباية، وبيبقى بينهم كابلينج عشان لما الموتور يشتغل البمباية تخش في الخدمة وتضغط تاخد من المايه اللي هنا وتضغطها بدرجة حرارة بقى وضغط مناسب والكلام ده كله. طيب انا عندي شغل على البمباية دي، اعمل لها صيانة لسبب معين، فبيعمل تصريح بيرمت تو ورك وبيروح للسيستم انجينير عشان يحدد له العزل المطلوب. والعزل المطلوب هنا كل انواع العزل، كل مصادر الطاقه اللي ممكن تكون مرتبطه بالسيستم، حراريه ميكانيكيه كهربائيه وريفر، تمام. بيجي له كل الدوكمنت المطلوبه من سنجل لاين دايجرام بي اند اي دي، تمام. سنجل لاين يبقى خاص بالكهرباء، البي اند اي دي البايبنج اند انسترومنت خاص بالمواسير خطوط المواسير البايبنج فالفز كل حتى الانسترومنت نفسها، تمام. لما بيجي للسيستم انجينير بيحدد العزل المطلوب عشان الدنيا تبقى امنة، وبعد تحديد العزل بيشوف الاكشن المطلوب للطاقة المتبقية. يعني دي قلنا البمب هشتغل عليها عملها صيانة، فبيتم العزل الكهرباء للموتور اللي احنا شايفينه، العزل الكهرباء للموتور، وبشوف السورس بتاعه منين، الميديوم فولتج سويتش جير، ولو في عزل تاني مطلوب زي الهيترز ده بيبقى لو فولتج. الهيترز دي عشان ملفات الموتور ديت ما لو الموتور واقف الملفات بتاعته ما تبردش، معنى صح ما تتلفش. فاتاكد لو الهيترز الاخر مفتوح عليه كهرباء يتم عزله، لان انت بتعزل ميديوم للموتور وبتعزل لو للهيتر. ده العزل الكهرباء. انا طبعا مش هيبقى عندي طاقه متبقيه في الكهرباء لان انا مش شغال على الكابلات، انا شغال على البمب، ما ليش علاقة، أنا بس بعت الكهرباء عشان الماتور ما يدورش، الماتور ما فيش حد يجي يشغله. وعزل معناه عزل لوك اوت تاك اوت، بتعزل تفصل تعمل راك اوت للبريكر مثلا على سبيل المثال، وتعزل تحط القفل بتاعك، مش مجرد ان اعمل سويتش اوف، لا 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 ده فصل ملوش اي علاقة، ده حل اداري. احنا نتكلم في حل هندسي لوك اوت تاك اوت، دي النقطة الكهربائية الاولانية. النقطة الثانية العزل الميكانيكي، فبعزل قبل وبعد، بعزل الفالف قبل وبعزل الفالف بعد، يبقى انا كده عزلت عزل ميكانيكي. وما ينفعش تعزل الميكانيكا قبل الكهرباء، يعني حاجه بديهيه، يعني ما ينفعش اوقف سيستم ميكانيكي والبامب شغاله تنفجر تبوظ ماشي. عزلت كهرباء وعزلت ميكانيكا في اي اجهزه؟ قال لك لا ما فيش، لو في بيتم فصلها او عزلها، تمام. بعد كده عندي طاقه متبقيه جوه هنا ميه، اعمل لها ايه؟ اعمل لها عمليه درين للسيستم من هنا من اقرب نقطه درين، تمام. ويتصل خرطوم بالبيت اللي هو هيدرن فيها. يبقى انا كده حددت السيستم اللي انا شغال عليه، عملت بيرميت تصريح عمل، كل الديكومنتس المطلوبه من المصري من بروسيجر للفك للتربيط للصيانه سنجل لاين دايجرام البي اند اي دي، كل اللي بنحكي فيه ده كله، تمام. بعد كده بروح للسيستم انجينير عشان يحدد لي عمليه العزل. بعد تحديد عمليه العزل بيتم العزل نفسه اللي هو لوك اوت تاك اوت، زي ما قلت لك عزل كل مصادر الطاقه. بعد كده بعمل عمليه تراي اوت، بروح اجرب اشغل السيستم، اديله اوردر، من هنا اشوفه هيشتغل ولا مش هيشتغل. وبعد الكلام ده كله حتى مور سيفتي بحط الامرجنسي بوتوم، بعمل له اوت عشان لو العزل حصل له فيلير، خطا في العزل، الكلام ده كله حتى الموتور ما يشتغلش وانا شغال. وفي اوقات بيقول لك مور سيفتي يعني شيل الكابلنج، وده يعني مش مرغوب فيها عشان تركيب وفك الكابلنج مش امر سهل يعني. بعد كده بتعزل العزل بتاعك كهرباء وتاكد ان مفيش طاقه متبقيه، بعد كده تعزل عزل ميكانيكا من البلوب بتاعتك، بعد كده بتدرن الحاجه المتبقيه في السيستم، وساعتها تقدر تشتغل. ونفس الخطوات دي اثناء الريليز بتاع العزل. ادي الموضوع ببساطه، شكرا.